السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا ابو احمد؟ والله الحمد لله. مين يا استاذ علاء؟ تعرفنا بحضرتك؟ والله بنا مازن او منازل، ملقب ابو احمد الشهير. ابو احمد شيخ الشباب. تسلم على راسي يا ابو احمد. معلم ايش احكي لنا، ايش عم تساوي هون؟ وين انتوا؟ ايش الحكي؟ والله نحن بباب النصر قدام المقام سيدنا الخضر. نعم. ايش عم تعمر؟ ايش عم تساوي؟ والله هيك عم نساوي ترميمات. هذا ايش اللي عم تخلطه؟ هذا ترابي حلبية وبنحط له شوية كلس. نعم. ونجيب هذا رماد، رماد بنجيبه من حمامات سوق القديمة. هلا ما ضل حمامات سوق؟ والله ما تم، بس نحن بنحرق حطب، بنحرق هذا، هل بيطلع منه ونستخدمه حاليا. وش بيسموها هالخلطة هاي؟ قصر ملح. وهي بيستخدموها البنيان من زمان؟ من زمان يعني 500 600 700. انت شو صار لك ليش بهالمهنة؟ صار لي شي 40 سنة، من عمر 8 سنين بشتغل في هالعمار. ومن مين علمك هالطريقة هاي؟ من زمان بتشتغلوها؟ من زمان على زمان، جداد يعني. يعني ضل حدا هلا بيشتغل ببني بالقصر مل؟ والله الله ما تم، قليل جدا. هلا هذا امكن من الاسمنت بالتشمنتو؟ طبعا بيعطي صلابة جيدة. مش قد ممكن يطول يعني هلا على الحجر؟ يعني هذا باب النصر كله معمر بالقصر مل؟ كله بقصر مل من مئات السنين. طيب بيقولوا انه قصر مل بدك تحط له قنب. كان هذا بيستخدموه للزريقات، ورقة البياض. شلون يعني ورقة البياض هي؟ احكي لنا عليها. ورقة البياض يعني لجوات الحيطان الداخلية، مشان كان اولي مثلا زريقة ناعمة بسموها. نعم. ورقة بياض. ورقة هي كان بالحي الوراقة بيشتغلوها هي بالمشارقة. مشارقة. طيب هاي ايش كان يليفوها بالصابون بعرف، مو هيك؟ طبعا. بعد ما يمدوها. هلا هي حطينا الترابة والكلس، هلا الرماد. هلا الرماد عم نحطه ونجهزه. الرماد يعني مشان الكربون يسرع تصلب الكالسيوم، مو هيك؟ نعم، عوض اسمنت سابقا ما كان في اسمنت، هذا يستخدموه زمان. يتفاعل الكربون مع الكالسيوم بتصلب. نعم. الكربونات الكالسيوم. تجربة اطفاء الكلس الحي بالماء، عفوا الكلس الحي بعد حرقه درجة حرارة 1000، يوضع بالماء. يفضل تسخين الماء قليلا. بعد وضع الكلس المحروق في الماء المفتر، ماء بارد بيصير، بس يفضل تسخينه قليلا لتسريع العملية. هذا هو السبب. بدأ التفاعل، بدأ تظهر فقاعات مع زيادة سخونة الماء. نلاحظ الكلس عم يتفاعل مع المي، الكلس المحروق، حجر الكلس المحروق درجة حرارة يجب أن تصل للألف، يتفاعل مع الماء يصدر فقاعات وبخار. التفاعل عم يزيد. المرحلة الأولى من إنتاج الكلس المعد للبناء، اللي هو حرق الكلس، حجر الكلسي درجة حرارة 1000، ثم إطفاءه بالماء. بعدها بيصير اسمه الكلس المطفى، يترك ليبرد ثم يدق، بيصير ناعم. شايف فقاعات صارت مرحلة غليان. بعد يومين ثلاثة بيصير جاهز للبناء. فهون تحول من كربونات الكالسيوم الى كالسيوم، ثم رجع توحد مع الماء. لما طفيناه بالماء ثم نحط له كربون، فبيرجع كربونات الكالسيوم، برجع حجر كلسي كما كان صلب. انتهى التفاعل، بدا الكلس يبرد، تحول لما يشبه الكمخة. يترك ليجف يومين او ثلاثة، ثم يطحن ليكون كلس معد للبناء. وهذا هو الكلس اللي عم بطلع منه. هاي بعد ما حرقناها وطفيناها بالماء بتصير كمخة، بتحول لبودرة. بتصير لبودرة، هاي هي البودرة، بودرة الكلس. بنحطه بنجمعه معه.
هلا بتصير هاي الترابه هاي الكلسيه كمان بس لونها غامق لانه البنيان ما لل هي انحاتي للبنيان. هلا الصفي ابو احمد هدفه انه نرجع نوحد الكالسيوم الحجر الكلسي مع الكربون كرجع الصخره عاديه اللي كنا عم ندقها اللي حرقناها بالاساس الحرقناها. فبهالعمليه معناتها اذا هذا بنينا فيه بين حجرتين كلسيات اول شيء يعني بيكون طري بعدها بتصلب بيصير بين على فترات ما بشوف الا برجع حجره طبيعيه كاني فرد قطعه كامله. يعني صار اللزق بين الحجرتين صار هو عبارة عن حجر كمان كلسي قطعة كاملة كأني إني أنت جبت حجرة كتلة واحدة. وهذا ما تفرقه عن الإسمنت. الإسمنت بيضل عازل ما بيصير من زيت الطبيعة الكلسية. هذا بيطول حسب يعني الدراسات 1000 سنة ليفرط بينما الإسمنت 100 سنة. هلا لما بيصير الحجره كلها كتله واحده بتصير تتنفس تتعامل مع الطبيعه كتله واحده ما بتفسخ عن بعدها ابدا. هذا هو سر معناته بقاء هالفتره الزمنيه كلها. طيب هذا الكلس متوفر كان ولا لا من جديد بعد ما بديت حلب رجعوا صاروا يستوردوه يصنعوه مو هيك؟ نعم. يعني قبل ما كان الناس تستخدمه ما كان بلشوا بالاسمنت كله على التشمنتو البيضاء الاسمنت الابيض والتشمنتو السوداء. شلون هلا بدك تخلطه ابو احمد؟ تخلط النحاتي مع الكلس مع الرماد حط له شوية مي. هاي ايش بسموها اللي بايدك؟ الناس بيقولوا مالا. اشوف منين اصلها هي مالا. ايوه يعني الاسم غريب ناس سموه شكال. هلا هذا بسموه الطينة انتو بنسميها الطينة. تعرف ليش اسمها الطينة ما هو اسمها يعني انه هي اساسا من الطين مشان هيك الطينة ضل هلا ماشي رغم انه صارت اسمنت بس لسه بقولوا طينة. نعم اساسا من التراب. يعني ايش عم تسوي هلا ابو احمد؟ والله هي حجرة كلس. هي حجرة كلس طرية عم نقطعوا زوايا ونضبطه ونجهزه مشان نركبه. يعني كلس على حل ابيض. هذا بيكون على حل ابيض. طيب ولك الاصفر ايش هو؟ الاصفر صلب قاسي. هذا حجر اصفر. نعم. هذا ابيض هذا اصفر. هذا مثل البلور عم تكسر يعني. مثل البلور. نعم. هذا ابيض هذا بلور. هذا ايش تستخدم مطرقه وزميل ولا؟ هذا بالمطرقه وزميل نقطعه نحن بنقطعه على زوايا الاربعه بيكونوا على الزاويه. هذا بيكون حجره كبيره بضلوا بيضربوها بمطرقه وزميل حتى ترجعنا على هالشكل. على طلبك. على طلب الموجود نحن اللي بنشتغل. بدك تعمره. طيب والحجره هي البيضه هي نفس الكلس اللي بيطلع منه كلس البنيان؟ هذا نفس الكلس، هذا كانوا ياخذوه يحرقوه يحطوه. هي بالكلاسه كانوا بالكلاسه. اغلبهم هذول اللي يشتغلوا فيهم اولاد جواد يعني سابقا وفي غيرهم اهل الكلاسه طيعين الشجر حرقين الحجر. هذا هو شلون يعني حرقين الحجر احكي لنا. هذا الحجر كانوا ياخذوه يحرقوه حطوه بتنور يحرقوه يجمعوا عليه النار يتموا عليه حتى كان يقول 3 ايام كان يقول توصل ل1000 درجه مئويه حتى يفرط. هلا هذا بيعود يكون هو كربونات الكالسيوم. هي بقى انا تحليلي العلمي يكون كربونات الكالسيوم بيصير كالسيوم مع اكسجين فقط يعني. نعم بيصير بسموه الكلس الحي. الكلس الحي اللي بنستخدمه نحن منه بنوض. هلا هذا بعدها ابو احمد بحطوه بطفوه بالمي مو هيك؟ نعم بيصير كلس مطفى بيغلي. الكلس المطفى هو اللي بيصير الماده الكلسيه اللي بتبدا فيها الاصرمل. شو هلا الشغلة عم تشتغلها ابو احمد؟ جبنا حجرة صفراء. نعم. ننساوية ختم. ايش يعني؟ الشباكين. ايش يعني ختم؟ يعني نجفة؟ نجفة. فوق الشباك. فوق الشباك. نعم. بدها شغل. بدك سيلة زخرفة جواتها. سيلة زخرفة رسمة. هلا هذا بالعادة بيشتغلوه بالصاروخ؟ هذا هلا عم بشتغلوا بالصاروخ بس انا عم بشتغلوا يدوي مثل ما مشغول اول. ايش بتستخدم القدومه ولا ايش؟ شو بترسموا؟ بشتغل مطرقه وزميل ومبرد وقدوم. اول شيء بتشخطوا بالشخاطه ايش بسموها؟ بشخطوا بالشخاطه او قلم، شخاطه او قلم. نعم. وبعدها؟ برسمها وبدها اربع حفر. ايش قد بياكل معك زخرفتها هي؟ حسب بقى. يعني الصاروخ ساعه بس اليدوي بجوز تاكل نهارين، بجوز تاكل نهار، بجوز تاكل 3 ايام. حسب الرسمه. هي النجفة بعد ما انتهيت عم سايلة عملية تنظيف فركاي من غبرة عشان نتأكد منها اني استفدتها. حفر يدوي. شي حلو حرق بورق زيز. يسلم ايديك.
هلا هي تبعت النجفة الأثرية الأساسية، هي تقريبا لسه على الله هيك 80% لسه بدها شغل، بدها شغل، حط ورق زيز نصلح هالسواك مع بعضه. هي النجفة الأثرية اللي صنع مثلها أبو أحمد كمان بهذه الطريقة اليدوية. شو هذا الجهاز اللي بيستخدمه أبو أحمد؟ هذا مسطرين من ياخذ الحجر يمين يسار عشان تركز الحجره، يعني عشان اركز الحجره على الدقه، يعني على الزبالية؟ على الزبالية او على البلبل. ايش هي الزبالية؟ هاي زبالية، البلبل ميزان. نعم، بلبل شاقول يعني. هذا مسطرين الحجره وزنك، نعم، تحرك يمين يسار بتحرك معه، جلس تاخذ يمين ياخذ يسار. ايوه الماء شغلت المسطرين. المالة بالشام بيقولوا عليها مسطرين، نعبي فيها طين. هي اللي قلت لي انه بالشام بيقولوا عليها مسطرين، هي بيقولوا عليها مسطرين. ايوه هلا هي الحجره ليش هيك شكلها ابو احمد؟ هي هون من الاساس مكسوره، الحجرة الأثرية القديمة. الأثرية القديمة مكسورة. نعم. نحن فضيناها بالمطرقة وزميل من هون، سويناها بهالخلعة مشان نركبها بهالشكل. أيوة، مشان تختم مع بعضها. مشان تجي تختم مع بعضها.